برحب بحضرتك دكتور هشام، ويعني خليني أعرف بس من حضرتك الأول، خلينا نتكلم فيما يخص فيروس سي. هل بالفعل قريبا مصر هتعلن إنها خالية من فيروس سي بعد المجهود الفظيع للمبادرة الرئاسية الخاصة ب 100 مليون صحة والكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه مجانا للمصريين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يعني بشكر حضرتك على السؤال المهم دول، وبرحب بكل السادة المشاهدين. أستاذ عزة، أنا عايز أقول لحضرتك أيوه، إحنا بنهاية 2021 هنعلن مصر إن شاء الله خالية من فيروس سي بإذن الله. هي المشكلة الوحيدة اللي بتقابلنا بس الناس اللي عندهم، ودول عدد بسيط مش كتير، الناس اللي عندها اتش أي في أو عندها مرض المناعة المكتسبة، فقدان المناعة المكتسبة، اللي معاه فيروس سي، هم الناس دول بيبقوا متعبين شوية في المتابعة. انت عارفه ان اي حد عنده فيروس الايدز بيبقى ما بيحبش قوي يروح يعلن للمستشفيات ويعلن الكلام ده، ولو ان انا عايز اقول للناس ان فيروس سي بينتقل، هو فيروس بي بينتقل بنفس الطريقه اللي بينتقل بيها فيروس الايدز، عن طريق الدم اساسا، ثم عن طريق الممارسات الجنسيه. لكن انا عايز اقول ان الناس دول المفروض ما يبقاش فيه وصف، دول عددهم مش كتير، قليل قوي قوي قوي. بنحاول دلوقتي ان هم نلمهم ونعالجهم كلهم، لكن هو ده المشكله. لكن اغلب الناس دلوقتي انا اقدر اقول بارتياحيه شديده جدا ان 98% من المصريين عندهم فيروس سي تم علاجهم، وهو عايزين متابعه اللي عندهم تليف بس، لكن كلهم تقريبا خدوا الدواء وتم شفائهم. وما فيش اي مرضى بتتردد على الوحدات الكبد المختلفة الان الا فيما نظر، والحقيقة ان ده بفضل ربنا نمرة واحد سبحانه وتعالى. الدعم الرئاسي، لولا الدعم الرئاسي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما كانت ما وصلنا لهذا. يمكن احنا اول دولة في العالم ان شاء الله هنقول ان احنا انتهينا تماما من فيروس سي. اول عدد بيبقى يعني اقل من 1%، ودي نسبه احنا كان عندنا 12% و8% بعد كده، فالعدد ده قليل جدا جدا يكاد لا يذكر. وزي ما قلت لك الناس اللي هم معديين بالايدز مع الفيروس سي. يعني المبادره مليون صحه دي الحقيقه دي كانت بدايه من سنه 2014، الرئيس دشن الموضوع ده واللجنه الرئاسيه اللي كانت تابعت الموضوع ده. والحقيقة لولاها ما كانش احنا وصلنا لهذا الانجاز الرائع. طبعا دي تالتها بقى حاجات اخرى، مكافحة التقزم، الناس اللي عندهم فقر دم، واطفال المدارس، والناس اللي عندهم سكر وعندهم مشاكل في الكلى واورام الثدي للنساء. الحقيقة مجموعة مبادرات ما حصلتش في تاريخ العالم. يعني الناس بتروح تبع التأمين الصحي، لكن ان احنا نعمل اعلانات في التلفزيون وندي تسهيلات ونفتح مراكز كتيره جدا 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 للعلاج لكل الامراض اللي حتى الاورام العاديه. يعني الحقيقه دي مبادره كانت رائعه. صحيح، في مبادره كمان الكشف المبكر على السيدات لاورام الثدي. اورام الثدي، والكشف برضو على الاختلال الكلوي ما قبل الفشل الكلوي. طبعا ما ننساش السكر والضغط والسمنه والاطفال الانيميا والتقزم والديدان وفقر الدم. يعني الحقيقه مبادرات مجتمعه كده نقدر نقول ان هي سله رهيبه من المبادرات. انا في رايي ان هي ما حصلتش في العالم. صحيح. واللي يقول لي ان هي حصلت في بلد من بلاد المتقدمه يقول لي ويجيب لي الدم. يجيب لي ما يثبت. دكتور هشام، ربنا نجى عدد كبير من الحالات القوية لفيروس كورونا أو الوفيات من ضمن الأسباب الصحية، طبعا في الأول وفي الآخر قرار ربنا، يعني هذه المبادرة وهي القضاء على فيروس سي. يعني لو ما كانش فيه علاج مجانا لفيروس سي مع وجود كورونا كنا هندخل مشكلة قوية. ده بالتأكيد، لأنه هو أنت عارف حضرتك في حاجة مهمة قوي، ان طبعا اللي عنده مرض
ويجي له مرض تاني هيبقى الامور عنده. يعني اغلب الناس انا شهدت بنفسي الكلام ده قبل التطعيم ما يبقى موجود وايام ما كان فيه اجراءات احترازيه فقط. وقبل ما ينزل احنا عايزين نتكلم على في دواء رائع دلوقتي نزل كمان اكلمك عنه في زمن ان شاء الله. فهو عدم وجود انا فقدت بعض المرضى اللي انا اعرفهم وبتابعهم وكان عندهم فيروس سي وللاسف الشديد كان عندهم تليف بالكبد وحصل ان هم كانوا مش رافضين العلاج كانوا منتظرين لانه كان عنده بدايه اورام فكنا منتظرين الاورام تتحسن عشان ياخد العلاج. ودول عدد من المرضى دول تم فقدهم للاسف لما جالهم كورونا لانه طبعا المناعه بتاعتهم مش زي المناعه بتاعت الانسان العادي اللي هو ما عندوش امراض. فالحقيقه ده جزء من نجاح برضه. هقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا هي في الجينات المصريه. احنا الاعداد اللي عندنا سيبك من الاعداد هيقول لك والله الاعداد مش كلها بتسجل لكن عدد الوفيات لما نقول حتى 50 امبارح او حاجه و50 طب احنا بنشوف انجلترا وامريكا واوروبا والبرازيل والهند وكل بلاد العالم الاعداد واسبانيا حتى الان الاعداد بتوصل للألف والألف ومتين الوفيات يعني ارقام احنا عمرنا ما شفناها الحمد لله الوفيات انا بتكلم على الوفيات. ده معناه ان احنا الى حد ما طبعا نجاح التطعيمات نجاح الادويه اللي احنا بنديها